غير الاسباب هذه الندوه هذه، لانه السي بحري هو انه كانت بزاف تساؤلات، كانت بزاف مغالطات، وكنا مجبرين، لان حنا كنا مستعدين لهذه الندوه، ولكن قلنا عجلنا بها، قررنا في واحد الوقت وجيز باش نحاولوا ما امكن جواب الاسئله ديال التساؤلات ديال الناس. يعني كي قلت لك الفريق والعشوائيه وهذا، وحنا قلنا لكم وحنا في هذه الندوه وضحنا لكم اش لقينا وكيفاش نشتغلوا، وكنقول لقينا صعوبات والخدمه ما ساهلاش، وقالوا اللي بغى يخدم يجي يشتغل، ولكن محتاجين كاملين. تنقول كان فريق كبير بتاريخه بجمهوره، ولكن محتاج الرجالات ديالو، ولكن الناس كل فين كنمشي عندهم كلشي تيهرب، حيت الدار انت عاود نقولها بحال خنزوها، وحنا جينا صبرنا في حقنا باش نعاونوا نديروا يدينا في هذاك المستنقع اللي كتقول، باش نحاولوا نغيروا. راه غينا 10 الناس في 10 الناس في المكتب، بقاو جوج قدام راه ديجا سميتو، وشجعنا ناس اخرين ينخرطوا حتى هما، شجعناهم باش ينخرطوا باش نوجدوهم العام الجاي، لان البناء كيفاش كيبدا عام عامين ثلاث سنين عاد نشوفوا الخوي. ولكن هادشي اللي في الكاك ما كيرضينيش انايا، ولكن واش يقدر شي واحد يقول لك الكاك فاش بدينا كيفاش كنا غادي مزيان، ولكن الظروف انتو حيت المواكبه خصنا نعاون نتعاونوا كاملين، وخصنا نشوفوا هذيك الكبه من نجات ونحاولوا نصلحوا ما يمكن يصحوا، وانا ما كيرضينيش وما كنبغيش، ونتعاونوا جميع اللي عنده شي فكره واللي عنده شي، حنا مستعدين نتعاونوا جميع لاجل الفريق ديالنا.